عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. وعدتكم باش ندير لكم طاجين ديال الفروج اللي مصدعنا داك النهار، وراكن باقي واحد اخر ما خلاناش نخدمو. عندي واحد الفروج مبسله مشلضه، زيت ارغان، نص كاس ديال زيت ارغان، عندي معلقه صغيره ديال خرقوم البلدي، الملحه على حسب الذوق، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال سكنجبير، معلقه صغيره ديال التحميره، وربع حامضه مصيره، وعود القرفه. بسم الله على بركه الله. دابا غنديروا ان شاء الله الطاجين على المجمر. بسم الله. دابا درنا زيت ارغان وغنديروا بصله مشلضه. بسم الله. وغنزيد عليها الملحه. نخليوها تتشحر شويه. بسم الله. دابا غنديروا اللحم. ندير لكم طاجين تقليدي ديال البلاد، راه ما درت لا ثومه لا ربيع، اللي كيديروا زمان. والدجاج البلدي راه ما فيهش حمه، ما فيه والو، وما حيدش ليه الجلده. بسم الله. ودابا غنزيد هاد العود القرفة والعطرية. ومن بعد ما غيتقلى غنديرو البطاطا والزيتون والبصله ومطيشه. وعلى المجمر راه كيجي طياب زوين. دابا غادي نسدو عليه حتى يتقلى. دابا من بعد ما تقلى قلا مزيان، راه درت ليه واحد نص كاس تاع الماء، وغنزيد نص كاس صفر، ونزيدو البصله، شويه طماطيشه، ونسدو عليه يطيب. ومن بعد كنديرو الزيتون ونديرو بطاطا. راه كيجي زوين وبنين، هتاكلي عليه صبيعات يديك. كنديرو مطيشة وشوية الملحة
ونسدو عليه ونخليوه يطيب. من بعد ما طاب هو هذا، وبصحة والراحة. كنتمنى تجربوه ويعجبكم، وإلا عجبكم ديروا لينا لايك وشاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديالنا. وبصحة والراحة، راه بنين وكنقدموه بحال هكا مع الخبز.